العربي بن جدران عز قطر جولد عمر ميلاد وفاكر دبوي القرين معروف جاويد اقمار يفوز صندوق كروات شاويش تحت امرك وخطاب ديفوست تناغم مع الجود رام 9 الجوده جاويد للشقب ريسنج ولوكاس دلوزي على المركز الاول محاولة تقدم من الخارج مع الجود رام 12 شاويش لاحمد بن حسن الجهني وسفيان السعدي مع شاويش ايضا ثالث المحاولة من قبل الجود رام 2 جود بن جنرال منصور خليل المنصوري جي بي جيمبر على ثالث المراكز رابعا محاولة من قبل الجود عز قطر لسعادة الشيخ ايمان بن محمد بن خليفة الثاني البرت سلام على رابع المراكز ايضا محاولة خامسة من قبل الجواد رقم 11 يفوز سوندو كروات للماندو السامة عمر دفع واد وردو بدروزا على خامس المراكز ايضا محاولة من الخارج مع شعار ام قرن مع الجواد رقم 8 معروف لام قرن والبان على سادس المراكز ايضا محاولة سابعة من قبل الجواد خطاب دفاوست عبد الله بن محمد العطيه وبراني الارفند احمد قبيسي اخر مشاركة حصل على المركز الاول هذا الجواد عودة الى المركز الاول وعودة الى الصدارة مع الجواد رقم 9 جودة جويد للشقب ريسينج إيريك لمارتينيل ولوكاس دروزي على المركز الأول محاولة تقدم من قبل الجواد رقم 11 يفوز سوندو كروات لسام الدفع مع الشعار الأزرق محاولة تقدم ليوم قرن مع الجواد رقم 1 العربي لسادام قرن والبون متابع الصعاق الخيال القطري على ثالث المراكز أيضا محاولة تقدم من قبل شاويش لأحمد بن حسن الجني وحمد الجني في التدريب مع شاويش وسفيان سعدي إذا الخط المستقيم باتجاه خط النهاية صدر المركز الأول مع الجودة رقم 1 الجودة العربي لسادة الشقب سادام قرن الآن ومتعب الصعاق عن المركز الأول وعلى صدر هذا الشوط محاولة تقدم لخطاب ديفاوست من الخارج مع الجواد خطاب ديفاوست لسيد عبد الله بن محمد العطية خطاب ديفاوست براني الأرفند على المركز الأول وعلى صدر الآن محاولة من الداخل من قبل العربي وسادام قرن على المركز الأول مع العربي العربي على المركز الأول محاولة تقدم لبن جنرال لمنصور خليل المنصوري على المركز الثاني إذا معنا محاولة تقدم لبن جنرال من الخارج محاولة تقدم من قبل جود رقم 5 ميلاد لنايف العتيبي الآن لكن الصدارة مع خطاب دفاوست خطاب إلى المركز الأول.